يما انت تتذكرين المرحوم فاهم الله يرحمه ايضا احد شهداء العراق الابطال، كان مرحوم ايهاب هو اللي وصله بالدراجه فانقتل فاهم، وبعد فتره ايضا استشهد فاهم. هم كنتم تسمعون انه فاهم ايهاب الله يرحمه كان يتهم احدا بعينه؟ هم نفسهم الكتله وفاهم لازم اثنينهم يقتلوهم، بس الكتله وفاهم ايهاب صار شاطر ركض بوقتها. اي ركض راسا طب بالمستشفى السفير مع الحسين. اي يمي الحسين. بعد اجوا علي بالدراجه اخذوه جابوه لهنا. فمن ظلوا ضاموا الهيا خلوه لما نأمن. نعم. يعني شلون الواحد يطمئن؟ اطمئن هو بانه بعد كل شيء ما عليه. هم كنت تسمعين من عنده الله يرحمه انه فلان او فلان او فلان يلاحقه؟ هل انطيتوا اعترافات للدوله بخصوص هذه القضيه ام ايهاب؟ لا، لانه كان هو قايل قائد الشرطه مطي اسماء القتله ست نفرات. اي مطيهم اسماء، قايل له دوله اسماء اللي يلحقون القتله، دوله اللي يقتلون دوله اسماءهم هذني عدك. قايل له ايه يعني تروح اطلعهم؟ وين؟ شو ما طلعتهم؟ ليش ما طلعتهم من يوم القتله وفاهم الى هسه هم ما طلعوا الاسماء؟ هو قدم قدم الاسماء بعد مقتل فاهم؟ اي بل وراء مقتل فاهم قدم الاسماء، قال ذني اسماء القتله اللي يقتلون هم ذولا اسماءهم. زين هم غير مثلا يتبعوهم ويشوفوهم وين شلون طلعوا سياره مظلله تطلع تحميهم، والماطور على الثنيان اللي يقتلون يجون يقتلون كل رحاب الصدر قتلوا وخلصوا وصعدوا على الماطور والسياره اللي تحاميهم يصعدون القاتل بالسياره وياخذوه. انت الان تاكدين وهذا الكلام الى قائد شرطه كربلاء تقولين في يوم مقتل ايهاب تم تحويل سياره النجده من قرب من بيتكم الى نهايه الشارع فعلا؟ هذا هذا بس بيوم مقتل ايهاب؟ لو كان يوميا يصير لا، يوميا كانت النجده توقف يوميا، نطلع براس الفرع منا براس فرعنا منا مقابل فرعنا. بيوم اللي قتلوا ايهاب ماكو ولا نجده. نعم. وجماعه رايحين على الجرائم قبل اربع ايام تفتر السياره المظلله، تفتر رايحين مبلغين الجرائم قايلين لهم سياره مظلله مسلحه تفتر وماطور وياها عليهم مسلحين اثنين ويفترون بالمنطقه. قالوا لهم ايه روحوا احنا نشوف. بعد ما ردوا مثل الخبر لا اجوا لا شافوا منهم مثل حمايه، وفروا حمايه مثل قالوا هذول ايش عندهم يجون؟ اذا هم متواطئين وياهم. شنو نوع السياره المظلله حجيه؟ ايش كم مره اجت قبل مقتل ايهاب؟ سيارة مظللة انا ما شفتها يما، انا قاعده بالبيت. أي. الناس اللي شايفيها. اي هم راحوا للجرائم وطهم خبر قالوا لهم السياره مظلله ومسلحه تفتر بالمنطقه نفسها. قبل الماطور اللي عليه اثنين هم يفتر وياها. قبل استشهاد ايهاب. قبل استشهاد ايهاب بيوم، يعني باربع ايام هي تفتر السياره، وقبل استشهاد ايهاب بيوم هم كانوا يعني يفترون بعدهم. فمن اجى ايهاب راسا بشارع السدره واقف، طلع من شارع السدره ركب سيارته هم متبعيه. طيب. ابني هم ما عرف متبعيه، شافوا متبعيه لا طلع قبل على حي العباس مثل ولاك من هناك، لا راح بيت خالته، لا راح مثل بيت اخته بالولايه باب الحسين، ما راح يم كل احد، اجى راسا لهنا ويا ما طب هو الماطور وقف راسا ويا ما طب ايهاب لا في اللوفه رجع ايهاب هم وقفوا له يم التيل بالركون راسا وطوه اياه.